الباب لنفتش المركز لأنه أنا عايز أقابله. في بعض الإخوان من رؤساء اللجان الفرعية للأحزاب الموجودين في الفرع قالوا أنهم يضعون اسمهم لسلوك المقابلة. أقابلنا المفتش وكلمناه بالموضوع ده وكان الناس كثيرين في الأبواب يزحمون عليه مكتبه فشوش كده وقال هو راح يطلب صراحة لغاية ما تظهر نتيجة الاستئناف لأنه في استئناف ساير فأطلقه. هو تقريبا في الأثناء ده بيشاور مع مدير من الأجرب نحن افتكرنا أنه ما برجع لها لكن بعد شوية نحن قاعدين 3-4 يوم مضت افتكر كان يوم خميس بعد الجمعة دي كان زي اعادوها للسجن زي مدير النيل الازرق اسمه غصفير كلمه المفتش كان اسمه باتر بول قال لنا ترفع دول هراشين ساونا التاخير انا متاكد ما بقدر يعمل حاجه انت عيد المراه للسجن عاد المراه للسجن وجا كلموني فقلت لهم في الجمعه يحكم في حديث عنه عشان صلينا الجمعه في جامع الرفاع وكانت في خطبه بعد الصلاه الموضوع ده بطبيعة الحال حساس ونحن قدرنا نلمسه فالناس خرجوا من المسجد مشوا للسجن طوالي فكوا المرأة وملوا السجن المفتش يوم ده هو مفتش رفاعة وحصحيصة قاعد في الحصة في نايب مأمور اتصل به وقال له الجماعة ديل عملوا وعملوا وقال له سيب المرأة يسيبوا يمشي خلاص وقال له الناس مدس المركز وقالوا يقعدهم بدل المرأة والمرأة تقعد في بيتها ما تجي هو قال له الناس يمشوا والمرأة تسيبوها ده كان يوم الجمعة العصر الناس مشوا برضه الشاور مع المدير قال له المرأة تاخدوها نص الليل وبعدوها الحصة تجيبها لنا احنا في مدينة فكان ليلة السبت عامل العملية المرأة في الليل يكلموا أخوها وقالوا لنا زي بورتوك بورت وقتك بس ونحن بنفتكر أن البنت لابد تقضي مدة السجن ومن المصلحة ليك وانت في بيتهم لأنها تقضيها وتمرق فجيب لنا نحن عربيتنا بتكون واقفة في المحل الفلاني مشوا ليل سرقوها كده طلعها من جنبيتها وبعدين العربية دورت ومشدها وعدوها في الليل وفي الصباح بدري جوني الناس في الليل قالوا انه البيت اخذوها في الليل اخذ العمدة بتعليمات من المفتش والمدير نحن مشينا للسوق حاولتنا المدارس وانه نمشي الحفلة وكان الفيضان الشاذ بتاع سنة 46 المفتش سحب المراكب من البر اللي بيقابلنا نحن للبر الغربي اللي بير الحصحيصة الناس مشوا المشرع ما لقوا مراكب جه 3-4 بعربية لقدام المحل اللي نحن قاعدين فيه اللي بطريق بحر لو قلنا من الرفاعة في مشرعة في مراكب فقام الناس طلبوا المراكب دي وخلوها عايمة في البحر لغاية ما جت في الحصحيصة جبدوها الناس عندهم مهارة في الموضوع ده وركبوا فيها الناس وعدوا هنا وحاصروا المركز في المفتش المفتش كان يتصل بالمدير ان الناس وصلوا ومصرين على ان المرأة ترجع وفي هياج كبير المدير نائب المدير هو سويرز اخذ كمندان البوليس وجاء ومعاهم عدد من البوليس لرصيهم الدرج بتاعت السعف دي أبلغوا عدد كبير بالمرة حتى الحاجة سمعناها أنه سويرس قال للكوماندان أنه يضرب الناس وقال أنا ما عندي قوة كافية لأضرب الناس ولحسن التوفيق ما كانت في القنابل المسيلة للدموع فحكاية عصيهم ودرجهم بتاع السعف ما ينفع بحاله وكونه عايز يضرب لازم يضرب في المليان بالرصاص فخالف أمره بعدين الناس حاصروا المركز المكتب اللي فيه المدير
الكومندان والمفتش بقول ثلاثة جوا. بعدين نحن جينا ودخلنا عليهم فكان حاولوا يتجنبون يعني في الكلام عارفين حتى يعني عمي ووالد زوجتي شيخ لطفي الله يرحمه الله فكسير قال لي خلي نسيبك يتكلم انت كده يسيب المسألة دي. هو كان في عدد كبير من الشياب كان بيفتكر انه بيقدر يأثر على الشياب بأنه يرجعوا الناس وهم يشوفوا لغاية ما ينظروا في السيناء أو يعني كلام ما قالوا لكن كانت في نيته أنه يستطيع أن يتكلم معهم بالصورة دي. نحن بطبيعة الحال شعرنا بأنه راح يفشل اجتماع الناس فصعد الحماس طوالي بكلمة مننا من هنا وكلمة من هنا. لما الساعة 2 جاءت وهو كان برضو عنده أمل في الموضوع ده وكان يطلب موية الموية يحموها يعني يحجزوها من يشربوها الناس جاب جبنة حموها ياهو شربوها الناس. بعدين يتوتر بعد شوية الناس ملخوا فوق الشجر وبجد برضو يضربوا في الشبابيك والأبواب والجزاز والدواليب وذي لتيجة عجيبة. في اللحظة دي هو عرف أن الموضوع ده لازم ينهيهم فتناول التلفون وكلم السجن قال له بعد السجن تجيب البنت انت بنفسك تجيب. وهي الساعة 2:30 أو 3 بعد الظهر جابوا البيت وسلموها للقطاع ورجعوا بها. فكان يوم السبت. في الوقت ذاك هو طلب قوة من الجيش تقوم من الخرطوم تجي تحيط رفاعة كلها وقوة من البوليس اللي يرفع علينا نحن من ذاك. حضر له قائمة من 12 و12 كلهم اختاروا من الشبان الصغار ومن الناس بتاعنا القهاوي ومن إلا 4-5 عشان هو كان في نيته أن يقول له شغب شغب رفاعة. ما أحب أن يفهم من كلمتي أنهم اختاروا من الشبان الصغار وبتاعنا القهاوي تحقير من الزملاء اللي كانوا معانا في الحركة دي. ما كان فيها إلا كل إنسان كريم وغيور. لكن قصدت أقول أنه اتجنب أن يذكر الشياب في كشفه عشان الناس يقولوا أنهم كلهم أحداث وصغار ومفقعلين ولذلك هم أقرب إلى الشغب منهم إلى الاحتجاج الرشيد. تمت الاعتقالات في صوفية السبت ذاك في أغسطس من عام 46. بعدين بدأت محاكمات كان واضح عندنا أنها جاهزة فكان في بيان فيها سنتين بعدها أظن سنة 9 شهور 6 شهور فيه لكن أنا كان نصيبي سنتين.